ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الروف، فيديو جديد. فيديو النهارده تعابين ارسنك او فيتشرينج ارسنك. المفروض تقريبا في حد معاه بس مش مكتوب مين معاه. اوكي، مش انا اللي بكتبه، انا باخد كوبي اوكي وبحطها عندي بيست. اوكي، فمحدش زي على موضوع برضه ابو يوسف. ابو يوسف المكتوبه دي مش انا اللي كاتبها، اوكي، انا واخدها كوبي بس ما بعملش اي حاجه زياده غير احط بس كلمه رياكشن بس. اوكي، ما علينا، خلينا نخش على طول على الأغنية ونشوف تعابين بتقول ايه. يلا let's go. انا بحب الستايلات اللي كده، الستايل ده تحفه. استولين كورف بتاخد البيت على وشك، كور بولينج، روح لام سي سكيل، مفيش سوفت وير، انت اوت اوف ستورج. كريم زيف فبتكلم جيمل، كريم زيف فبتكلم جيمل، كريم زيف فبتكلم جيمل، يا ريد اويس كولينج. الو الو، معايا كابتن هنا، سيبوا لي مساحه كابتن اركن كده. مين اللي بيغني ده؟ ده مش ارسنك صح؟ فعرفوني يا ريت. سينجا زي ما وانت شوية برد، عقلي مشغول فصباعي الوصلاني بيلب الندى، اتكلم كده. ولو ارسنك فاسلوب ده حلو، انا بحب الستايل الاغاني اللي كده. لا يمكن اسمع كده، انتوا عصافير وكلامي نبل، صوتك مش طالع فانا بكبرك، انت مدمن وكلامي ابر، خارجين عن القانون، كابس كابس تشيز النص، متبرعين بالبي بارايس ويرنج، خارجين عن القانون. الجميل ان هو بيقول كابس كابس، وفي مصر يعني الشرطه ما بتعملش، يعني مش زي بتوع امريكا مثلا، يعني بيبقى في مشاكل فعلا ما بين الناس وتقريبا في مصر ممكن، او انا اللي ما عنديش مشاكل مع الشرطه، يمكن عشان كده بحس ان الشرطه في مصر يعني غلبانين. ما علينا. يعني لما بيتكلم على الكابس كابس انا بشوف او في خيالي بيجي ان هما بتوع امريكا، ما بيجيش بتوع مصر. بتوع مصر دي لما جاي اتخيل ان هو بيقول كابس كابس بشوف عساكر، لا يا عيني غلبانين في حالهم. بيتي مش على دماغي دي واكله، استنى اللي ولا لو كانت البفو دي تعرف تعمل كل اللي بعمله كان زمانهم مجوش وانتهوا من فتره. معلش صدعتك، رسالتي مفتاحك وانت باب النهارده، بكلمي صدعتك معناها انك مع بعض عدونا كتير مش هعدي النهارده. رئيس الحكام باشاره صعدتك احلاق زلبطه، انا العسكريه والكشف النهارده، وقعت في الورطه تتوتر. انا الحكام باشاره صعدتك احلاق زلبطه، انا العسكريه والكشف النهارده، وقعت. انا كنت بقول عسكري من شويه. واو، انت في الورطه تتوتر، انا كنت تتوتر، اسماء سلاطين، اشباه فرعين، قدموا قرابين، اغبياء طالعين، تطيس القديم، معاكوا الجديد، في ريت تلموا اشلاء عواجيز، استحاله سالكين، اشباه تعابين، في دراعنا فاردين، في بركان بردين، قالوا اتكلموا 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 احنا نفضل ناجحين. اه في فلوس في كاش في تراجات في نجاح، للاسف في كمان اعداء. في فلوس في كاش وفينا اشلاء عواجيز، استحاله سالكين، اشباه تعابين، في دراعنا فاردين، في بركان بردين، قالوا اتكلموا 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 احنا نفضل ناجحين. اه في فلوس في كاش في تراجات في نجاح، للاسف فردين، قالوا اتكلموا 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 احنا نفضل ناجحين. اه في فلوس في كاش في تراجات في نجاح، للاسف في كمان اعداء، في دروس في احكام، في اعداء كلام ببلاش اعداء. اه في فلوس في كاش في تراجات في نجاح، للاسف في كمان اعداء، في دروس في في اعدام كان فيش كلام ببلاش، هتدوق نور الغيره بمكواه، ليه اسالك انت فين؟ ليه صاحبي اختفي؟ زي الكيميا اتنسي، انت كبش في ده ايه ده؟ ابر في جدتك في تل وتتقفل بالخير، برضه بتيجي قدامي مش بديلك فرصه تاني، كلامي ما سياره غالي، ميه وما سميني ناري، ميه وما سميني ناري، الهيترز عايز ما سميري ناري، فرصة تاني، كلامي ما سياره غالي، ميه وما سميني ناري، ميه وما سميني ناري، الهيترز عايزه تبلعنا بس. ده ارسنك ده انا عارفه. اوكي، انا ابتديت يعني ابتديت اعرف الناس من اصواتها. اوكي، انا لسه جديد بسمع راب جديد. اوكي، لو انت لسه جديد وبتتفرج عليا، اوكي، انا ما كنتش بسمع عربي عامه ولا اغاني ولا اي بتنجان. اوكي، فابتديت دلوقتي وده اول مره اسمعه. اوكي، فده ارسنك. اوكي، صح صح، انا عارف ان ده ارسنك لاني سمعته قبل كده. بس بتمسك بوقوفي لفصوحه، في وجودي بتنكمش لنمله، الهيترز دي عايزه تبلعنا، بس بتمسك بوقوفي لفصوحه، في وجودي بتنكمش لنمله.
مني ناري. الهيترز عايزة تبلعنا بس بتمسك بوقوفي اللي بصورها. الهيترز عايزة دي تبلعنا بس بتمزج بوقوفي ايه؟ سميني ناري ميا وما سميني ناري. الهيترز عايزة تبلعنا بس بتمزج بوقوفي اللي بصورها. فصور فصور حاجة زي كده. فوجودي بتنكمش لنملة بوقعك من طولك لطولها. بقول الظروف ودي قاعدة في الاخر ظروفي اللي بترهق. مش بقول اني جامد لا لا بسيب الجمهور اللي يقولها. اوه يا ابن اللعيبة بسيب الجمهور. برافو برافو برافو. اه ده الصح ده الصح ان الناس هي اللي تحكم مش انت اللي تحكم على نفسك. ده الصح ده الصح. مليون صفر لارسنال. اوكي في الحتة دي مليون صفر يعني اقصد يعني مليون وصفر لو حد هو الهيترز يعني صفر للهيترز. اوكي مليون ليه يعني هو كسبان اوريدي خلاص يعني لو عملوا ايه في الحتة دي بالذات. قاعدة في الاخر ظروفي اللي بترهق. مش بقول اني جامد لا لا بسيب الجمهور اللي يقولها. انا جن من نجاحي فبس بتلقى ان بس فانت تسد ودنك بسرعة ما تشد صوت الصفير ولا الاكسد اللي تحتيه فبهد في اللي يقولها. في رشاش فتح جن من نجاحي في الاخر ظروفي اللي بترهق. مش عارفين انتوا ال جي تي اي في عربية وبيبقى من وراها كده زي مش فاكر اما ليش في الاسلحة بس في زي بتاع زي رشاش حاجة زي كده. اوكي بيبقى في زي بتاع كده اللي هو هو ده ارسنال. بقول اني جامد لا لا بسيب الجمهور اللي يقولها. انا جن من نجاحي فبس بتلقى ان بس فانت تسد ودنك بسرعه ما تشد صوت السفينه ولا الاكسد اللي تحتيه فبهد في اللي بتبنيه من الكذبه اللي في اغانيك من الفكر الصوت العظيم. انا جن بس فانت تسد ودنك بسرعه ما تشد صوت السفينه ولا الاكسد اللي تحتيه فبهد في اللي بتبنيه من الكذبه اللي في اغانيك من الفكر الصوت العظيم. انا برو رشاش اقسم بالله رشاش في اللي بترهق. مش بقول اني جامد لا لا بسيب الجمهور اللي يقولها. انا جن من نجاحي فبس بتلقى ان بس فانت تسد ودنك بسرعه ما تشد صوت السفينه ولا الاكسد اللي تحتيه فبهد في اللي بتبنيه من الكذبه اللي في اغانيك من الفكر الصوت العظيم. انا جبت اخر حقيقه وزقت من المخاليق اللي الحقد بيجري فيهم زي السم في كسب المريض. انا لو حاولت اقول ازيك عامل ايه بالسرعه دي مش هعرف ازيك عامل ايه. مش حلو في اللي بتبنيه من الكذبه اللي في اغانيك من الفكر الصوت العظيم. انا جبت اخر حقيقه وزقت من المخاليق اللي الحقد بيجري فيهم زي السم في كسب المريض. انت صفر مالكش قيمه ساعد عشان انهيك وضيق اخذ اللي يقف في طريقي زي الافاعي في لدغه كلامي. اللي كتب لي ارسنال امينيم مصر او امينيم العرب فهو صح صح في الحته دي. واو واو في الاخر ظروفي اللي بترهق. مش بقول اني جامد لا لا بسيب الجمهور اللي يقولها. انا جن من نجاحي جمهور. اوكي انا واحد منهم. اوكي انا قلتها خلاص بس بتلقى ان بس فانت تسد ودنك بسرعه ما تشد صوت السفينه ولا الاكسد اللي تحتيه فبهد في اللي بتبنيه من الكذبه اللي في اغانيك من الفكر الصوت العظيم. انا جبت اخر حقيقه وزقت من المخاليق اللي الحقد بيجري فيهم زي السم في كسب المريض. انت صفر مالكش قيمه ساعد عشان انهيك وضيق اخذ اللي يقف في طريقي. وممكن نصورها بطريقه تانية ان جمهوره ماسك بوازيك وكل واحد بو 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 في الطريقه اللي هو بيتكلم فيها دي. يعني تخيل جمهوره كامل بوازيك طبعا على الهيترز طبعا اللي هو صباح الفل. زقت من المخاليق اللي الحقد بيجري فيهم زي السم في كسب المريض. انت صفر مالكش قيمه ساعد عشان انهيك وضيق اخذ اللي يقف في طريقي. زي الافاعي في لدغه كلامي مصمم لساني ده قتلك. حاضر على المسرح وخارب الحفله انا شايفك مش انت اللي واقف هناك ده واقف بتسقف. مصمم لساني ده قتلك. حاضر على المسرح وخارب الحفله انا شايفك. فين الهيترز؟ فين الهيترز؟ ما اعتقدش ان الهيترز هيسمعوا اصلا بعد الحته دي. زي الافاعي في لدغه كلامي مصمم لساني ده قتلك. حاضر على المسرح وخارب الحفله انا شايفك مش انت اللي واقف هناك ده واقف بتسقف. اسف على الوقت ثاني ده قتلك. حاضر على المسرح وخارب الحفله انا شايفك مش انت اللي واقف هناك. 2 مليون صفر للهيترز ده واقف بتسقف. اسف على الوقفه مش ذنبي ان كل الكراسي دي كامله صاحبتك دي فان مسمي تعبان فبخت السم بتاعي على لسانها على الملأ. بخت على لسانها. ثواني نظارة. اوكي نظارة. بخيت اوكي عشان ده اللي جاي في دماغي دلوقتي. على لسانها بخيت على لسانها. اوكي على لسانها. اوكي صح انا فهمت صح. انا لمع تاني النظارة. اوكي مش ذنبي ان كل الكراسي دي كامله صاحبتك دي فان مسمي تعبان فبخت السم بتاعي على لسانها على الملا براب ما تخدعش حياء صح. ما ملهاش معنى تاني. اوكي يا اما تف اسف في اللفظ يا اما تف يا اما نضاره. اوكي مفيش اي تفسير تاني. ولو حد عنده تفسير تاني فياريت تعرفني التفسير اللي الدماغ اللي مش قادره تجيبها. اوكي بس ما اعتقدش ان ليها تفسير تاني. اه يا اما تف يا اما قطر في ذكر يا بلد انا مسمي تعبان فبخت السم بتاعي على لسانها على الملا براب. صح انا صح صح يعني انت على لسانها
اوكي انت ولد وهي بنت وعلى لسانها، ايه اللي هيتم؟ اوكي مفيش حاجة غير هو ده. ما علينا. مفضلش حياء المتكر في ذكر يا بلد نسوان، دول عالم اشباه لحارب يا بلد نسوان. الرجالة لما يمثلوها بعالم شواذ ده وزمن اوساخ فتصرف يا بلد نسوان دول عالم اشباه لحارب الحرية لما يمثلوها بعالم شواذ ده وزمن اوساخ. هو بيتكلم عن مين؟ اتصرف اموت لاجل فني ويقولوا واتقتل في ده، الاغلب خرفان ومعزكم مفروطة ومش محتاج اقول لكم المثل اياه. قلم ينام ام عقلي من قلم وصحي ودانه بالقلم ففاق، بصيت في سجل الحضور في الساحة وللاسف اغلبكم اتكتب غياب، اللي وقف في سكة يدهس ومات فغيره واتعظ واتعدل وخاف، شغال في خدمة عملاء في جهنم للاستفسار اطلب تلات ستات رجلي فوق دماغي. اللي مش عارف ايه تلات ستات دي بتاعت اللي هم على حسب علمي ان هم بتوع عبدة شيطان، تلات ستات برو واتعظ واتعدل وخاف، شغال في خدمة عملاء في جهنم للاستفسار اطلب تلات ستات رجلي فوق دماغي في جهنم. اوكي واتعظ واتعدل وخاف، شغال في خدمة عملاء في جهنم للاستفسار اطلب تلات ستات رجلي فوق دماغي التخين في مجالكو واطلع لكم ماسك في ايدي رقبتو، هتكلم غصب عن ميتين اللي جابكو الشارع. وتلات ستات معلومة برضو، عشان كده برضو بيقولوا ان العلامة دي انا كنت بعملها وانا في صور اللي هي انا عاملها، بس ما كنتش اعرف ان دي علامة اللي هي التلات ستات، عشان زي رقم 6 اوكي والثلاث ستات اللي هو انت بيبقى فيه زي ثلاثة اوكي، دي بتاعت اللي هي رقم 6 وفي رقم 6 رقم 6، فالعلامة دي انا كنت بعملها بس ما كنتش عارف ان معناها كده اوكي، بس دلوقتي انا عرفت يعني تقريبا السنة دي او السنة اللي فاتت، من السنة اللي فاتت تقريبا عرفت ان دي علامتهم اللي هم بتوع ثلاث ستات. معلومة يعني ممكن تكون حقيقية وممكن تكون غلط، ممكن يكون سمعت المعلومة دي غلط الله اعلم، بس عم اعتقد انها حقيقية يعني صح عم اعتقد. ما علينا خلينا نكمل. ما علمنيش اني اسكت الشارع، علمنا حارب مخاوفي، علمني مهربش واواجه مشاكلي الشارع، ما علمنيش ان الف وضوح، علمنا ابقى سالك لنفسي مآمن بالقدر، بس مش معنى كده ان استسلم واعيش وانا ساكت على قرف هرب، وهتكلم لغايه ما القدر ياخدني واموت وانا سايب الاثر في تفكير الناس، هتحاول تمنعني ما واصف في السما انا قادر اجيبك بتفكير الناس، انا استسلم وعيش وانا ساكت على قرف هرب، وهتكلم لغايه ما القدر ياخدني واموت وانا سايب الاثر في تفكير الناس، حاول تمنعني ما واصف في السما هسافر في المطار ولو انت طياره في السما انا قادر اجيبك بتيكت قادر اركبك حد لو انت في السما قادر اركب، لو انت طياره في السما قادر اركبك يا ابن الله، واصف في السما هسافر في المطار ولو انت طياره في السما انا قادر اجيبك بتيكت قادر اركبك قادر اجيبك بتيكت قادر اركب. حددت وجهتي لوحدي، كسرت وقعت وقومت انا لوحدي، اولعوا بقمتكم انا ايفرست لوحدي بدراعي وبقى مصنع قمتي بنفسي، الاسم ارسنك المهنه بهيم في الخصوم، ماليش بديل في الهجوم، مش بقول ان انا عايش فعلي مع الاسود، انا يدوب مجرد شخص من مدينه في الجنوب. عشان كده ارسنك اللي هو الزرنيخ السم، عشان اللي هو يقصد باسمه ان هو السم بالنسبه للملوك، يعني لو انت مفكر نفسك ان انت رابر وملك ملك الراب فارسنك هو اللي هيقتل تقريبا، ده تعريف اسمه اوكي، لان الزرنيخ طبعا الحاجات دي ما كنتش اعرفها اوكي، طبعا في الكومنتات الناس هي اللي عرفتني، طبعا الحاجات دي ما كنتش اعرفها لو انا رحت عملت سيرش اوكي، لان ارسنك انا كنت حاولت اترجمها تلات حاجه مش صح خالص على الاطلاق اوكي. ما علينا، ده كان رياكت، يا رب تكونوا استمتعتوا بالرياكت ده اوكي. طبعا احنا خلصنا الفيديو على ان ارسنال كل كسبان 2 مليون صفر اوكي، صفر طبعا الهيترز، ودي حاجه حلوه بالنسبه للهيترز ان هم اصلا واخدين صفر اوكي، مش واخدين سالب واحد مثلا او سالب اتنين اوكي، مع ان هو حقهم ان هم ياخدوا سالب مليون مش واحد بس. ما علينا، بس هو حلو يعني هم كده يعتبروا كسبانين صفر اوكي، حلو برافو اوكي. ما علينا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم يلا تشوس.